بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنكمل شرح كورس هندسة الموانئ والملاحة الداخلية الهاربر انجينيرينج اند انلاند نافيجيشن. هنستعرض النهاردة إن شاء الله الباب الثالث اللي هو بعنوان البريكوترز أو حواجز الأموال. البرزنتر الدكتور إبراهيم عبد العزيز البجوري المدرس بكلية الهندسة جامعة الزقازيق. حواجز الأمواج زي ما احنا شفناها قبل كده في الباب اللي فات اللي هو باب تخطيط المواني، هي عبارة عن المنشآت اللي كانت بتستخدم لحماية الميناء من الموجة. وزي ما شايفين مع بعض كده في الصورة اللي قدامنا هتلاقي ده عبارة عن ميناء صغير كده محمي بحاجزين أمواج. الحاجز اللي هو ناحية اليمين دون اللي هو الحاجز الرئيسي كبير شوية، والحاجز اللي هو ناحية الناحية التانية دون الصغير اللي هو الحاجز الثانوي أو السكندري. الحواجز دي لها عدة أنواع، هنشوف مع بعض من خلال محاضرة النهاردة والمحاضرة الجاية الأنواع المختلفة ليها وإزاي نقدر نصممها، وخاصة الأنواع اللي بتستخدم في حماية الميناء اللي هي غالبا ما بتكون متصلة بالشط زي ما احنا شايفين قدامنا ده اللي احنا بنسميها كونكتد بالكوتر. حواجز الأمواج زي ما احنا قلنا هي عبارة عن الحواجز أو المنشآت اللي بتنشأ داخل البحر عشان أحمي بيها الميناء أو أحمي الشط، وممكن تكون بتنشأ موازي لخط الشاطئ أو ممكن تكون متصلة بخط الشاطئ. طيب ليها عدة أغراض بستخدم فيها حواجز الأمواج دي. أول حاجة ممكن أحمي الشط من الميناء، وغالبا اللي هي بتكون حواجز الموازية لخط الشط زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا دي اللي احنا بنسميها ديتاتش بريكوتر، ودي بتكون بتصد الهجمة بتاعت الموجة من الاتجاه اللي جالي من داخل البحر ده، وبالتالي تطلع الناحية التانية المتجهة لناحية الشاطئ بطاقة أقل، فاحفظ الشط ده من عمليات النحر اللي ممكن تحصل فيه. طيب الغرض التاني أو الفائدة التانية أو الوظيفة التانية اللي ممكن استخدم حواجز الأمواج عشانها هي في المواني اللي أنا هحمي الميناء من الموجات أو الهجمات بتاعة الموجة وأحصل على مساحة مائية هادئة من الأمواج زي ما احنا شايفين بالشكل اللي قدامنا ده. طيب حواجز الأمواج دي بقى لها أنواع كتيرة ولها تصنيفات كتيرة، احنا هناخد منهم تصنيفين اللي هو بنصنف فيه حواجز الأمواج لنوعين رئيسيين. أول نوع هو عبارة عن حواجز الحماية الكلية أو الحواجز الثابتة، أو ساعات بنسميها الحواجز التصاقلية أو اللي هي الفول بروتكشن بريك ووتر أو الفيكسد بريك ووتر أو الجرافيتي بريك ووتر. النوع الثاني اللي هو البارشل بروتكشن بريك ووتر أو الموفابل بريك ووتر أو الفليكسبل بريك ووتر اللي هي الحواجز الحماية الجزئية أو الحواجز المتحركة أو الحواجز المرنة. لو جينا نشوف الأنواع اللي احنا ناخدها واللي هندرسها مع بعض بالتفصيل أثناء المحاضرة دي أو المحاضرات اللي جاية اللي هي حواجز الحماية الكلية، اللي أول نوع منها بنسميه الرابل ماوند بريكوترز أو حواجز الصخرية أو الحواجز المايلة، واللي بيكون فيها الحواجز عبارة عن مجموعة من طبقات الصخر اللي مترصة فوق بعض زي ما شايفين قدامنا بالشكل ده. بيكون طبقات أول طبقة بتكون كبيرة شوية في وزن الصخور وحجمها، الطبقة التانية أقل، ثم الأخيرة صخور صغيرة جدا بنسمي الطبقة الأولى طبقة الدرع أو الأرمور، الطبقة التانية بنسميها المرشح أو الفلتر، الطبقة الأخيرة بنسميها قلب الحاجز. وندرس النوع اللي هو الرابل ماوند بريك ووتر دون بالتفصيل بعد كده. النوع التاني من حواجز الحماية الكلية اللي هي بنسميها الحواجز الرأسية الفيرتيكال بريك ووتر، والفيرتيكال بريك ووتر بتكون عبارة عن حاجز رأسي زي ما هو باين قدامنا كده. الحاجز الرأسي دون بيتحط جوه الميناء أو جوه البحر، بيعمل إن هو بيصد هجمة الموجة عن طريق إن الموجة بتصطدم بيه كده من اتجاه البحر، بيحصل لها عملية ارتداد أو ريفليكشن لداخل البحر مرة تانية. النوع الأول دون بتلاقي جزء من طاقة الموجة ممكن يحصل له ريفليكشن، والجزء التاني بيخش كده الطاقة بتمتص عن طريق الفراغات ما بين الصخور اللي هي في النوع اللي هو الأولاني بتاع الرابل ماوند. أحيانا بقى ما بيكون أعماق المياه كبيرة
أو قدرة التربة على إن هي تحمل الحواجز الرئيسية دي صغيرة، بنتلجأ للنوع أو بنلجأ للنوع الأخير اللي هو النوع اللي بنسميه الفيرتيكال أو الكومبوزيت بريك ووتر. الكومبوزيت أو النوع الخليط ده عبارة عن خليط ما بين النوع الرأسي اللي هو الفيرتيكال والنوع الأولاني اللي هو المايل ده أو الصخري. بيتحط الفيرتيكال على الحاجز الصخري وبيعمل الحاجز الصخري ممكن يبقى لما الشكل اللي قدامنا جاء كطبقة تأسيس للحاجز الرأسي. وممكن كمان في بعض الأحيان اللي هو الكومبوزيت ده بدل ما بنستخدم طبقة الصخر كلها تحت الفيرتيكال بريكوتر، لا ممكن يكون التربة قادرة تشيل الفيرتيكال عادي خالص، وفي الحالة دي بستخدم بس يعني من الفيرتيكال بريكوتر ينزل كده لحد القاع تحت، وبستخدم بس جزء في الأول بس اللي هو الجزء ناحية الشمال ده من الحاجز الرأسي كأدمة أو كتوي لحماية الفيرتيكال بريكوتر من إن هو يحصل له نحر تحت أو يحصل له حتى انقلاب. طيب النوع بقى اللي بعد كده من حواجز الأمواج اللي هي حواجز الحماية الجزئية. حواجز الحماية الجزئية أو الحواجز المرنة دي لها عدة أنواع، أولهم هو حاجة اسمها الحواجز العائمة أو الفلوتنج بريك ووتر. الفلوتنج بريك ووتر عبارة عن إيه؟ عبارة عن حاجة عايمة كده ممكن يكون لها عدة أشكال زي الشكل اللي قدامنا ده، بوكس من الخرسانة كده المفرغة، بس بحيث يكون الكود دفع المية أكبر من وزنها. في الحالة دي بروح جاي ماسك البوكس العايم داون باتنين تشين كده من ناحية اليمين والشمال وأثبتهم ببلوكات تحت القاع، فبالتالي ما يتحركش البوكس ده ويمشي مع المية. ده بيمتص جزء من طاقة الموجة وبستخدمه غالبا في حماية الشواطئ. وغالبا احنا جميع الحواجز الحماية الجزئية دي بتستخدم في حماية الشواطئ، بينما حواجز الحماية الكلية ممكن تستخدم في حواجز الشواطئ أو غالبا بتستخدم في المواني. لو جينا بقى نكمل أنواع الحواجز الحماية الجزئية، بعد ما شفنا إن في نوع اسمه حواجز عائمة، في نوع كمان اسمه الحواجز الغطسة. حواجز الغطسة دي عبارة عن إيه؟ أي حاجز غاطس سواء كان رينفورس كونكريت أو كان بلين كونكريت أو حتى صخر. الحاجز الغاطس ده بيكون منسوب الكريست بتاعه أو قمته أقل من منسوب أقل مية في البحر اللي هو اللو ووتر ليفل. بتيجي الأمواج تعدي كده من فوقه بتفقد جزء من طاقتها فوق الحاجز، وبالتالي تعبر ناحية الشط بطاقة أقل وبارتفاع أقل. في كمان أنواع من الحواجز الحماية الجزئية اللي هي بنسميها البايلز بريك ووتر أو الحواجز الخازوقية، ودي بتكون عبارة عن مجموعة من البايلز اللي بينها مسافات بينية زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده، ممكن تكون صف واحد صفين أو 3 صفوف حتى. الحواجز دي بتهجم الأمواج عليها من ناحية البحر، بتعدي الموجة ما بين المسافات ما بين حواجز الأمواج لناحية الميناء وناحية الشط بطاقة أقل وبارتفاع أقل، عشان كده بتستخدم في حماية الشواطئ. في كمان نوع من أنواع الحواجز الحماية الجزئية اللي احنا بنسميها البايبس بريكوتر، حاجز المواسير، ودي زي البايلز بريكوتر بالظبط، بتكون عبارة عن مجموعة من المواسير اللي بتوضع كده، وتوضع بينها مجموعة من المواسير الرأسية أو الأفقية الأصغر شوية، أو ممكن تاخد أي أشكال تانية. اللي بتيجي الأمواج من ناحية البحر برضه بتعدي ما بين المسافات ما بين المواسير دي لناحية الشط بارتفاعات أقل وبطاقة أقل. طيب في كمان نوع بنستخدمه في حماية الشواطئ ويعتبر أحد أنواع الحماية الجزئية، اللي هو بيكون إيه؟ بيكون لو إحنا بصينا عليه كده من البلان اللي هو بنسميه الحاجز المتقطع والحاجز المتقطع أو الديتاش بريك ووتر. الديتاش بريك ووتر عبارة عن حواجز ممكن يكون لها أي نوع من دول سواء كان حماية جزئية أو كان نوع من حتى الأنواع اللي هي المايلة دي أو الرأسية حتى. بتتحط بقى الحواجز دي متقطعة يعني على مسافات بينها، يعني ده بلان الرسمة اللي قدامنا دي البلان، فلو جينا بنبص نلاقي الحاجز ده متقطع كده أو في مسافات بينه، وبتيجي الأمواج من ناحية البحر اللي هي هنا
تطلع من فوق الحاجز اللي هو غاطس، او تمشي من المسافات اللي بين الحواجز دي، تروح بطاقه اقل على خط الشاطئ. لو كان خط الشاطئ اللي هو الخط الداش لاين ده قبل وضع الحواجز، بعد وضع الحواجز دي بلاقي ان خط الشاطئ ابتدى يتحرك لجوه كده الميه، حتى في احيانا ممكن يوصل الشط لحدة الحواجز لو هي كانت قريبة من الشط شوية، وبالتالي أكون شط جديد وأزيد كمان من طول الشط لجوه البحر، وبالتالي أعمل حماية لخط الشط ده من النحر اللي ممكن يتعرض له لو ما كانش الحواجز دي موجودة. طيب، أول حاجة بقى هندرسها من أنواع الحواجز دي واللي هندرسها بالتفصيل هي النوع اللي اسمه حواجز الحماية الكاملة او الحمايه الكليه او الفيكسد تايب بريك ووتر او الفول بروتكشن بريك ووتر، وهنشوف في انواعها المختلفه ده ما قدامنا في الصور اللي قدامنا دي، سواء كان النوع اللي على اليمين ده اللي هي حواجز المايله اللي هي فوق دي من صخر طبيعي او تحت من صخر صناعي، او ده كان اللي على الشمال فوق ده اللي هو الحاجز البلوكات، او اللي تحت ده الحواجز القيصونيه اللي هي لها سطح مايل من الجنب دي، أو ممكن تكون الحواجز القيصونية المفرغة في بعض خلاياها اللي هي الحواجز الرأسية. طيب، لو جينا بقى نشوف إزاي أختار نوع الحاجز المناسب، سواء كان حواجز رأسية أو كانت حواجز مايلة أو كانت حواجز حتى كومبوزيت، بيعتمد اختيار نوع الحاجز ده على عدة عوامل، ولازم يكون عندنا خبرة وإحنا بنختار نوع الحواجز. أول حاجة من العوامل اللي بتأثر اختيار نوع الحاجز اللي هي ارتفاع الموجة اللي هيكون فيها الحاجز، تاني حاجة من العوامل وهو عمق المية اللي هيكون عنده الحاجز ده قد إيه. طيب، العنصر بقى الآخر اللي بيأثر في اختيار نوع الحاجز وبتأثر في اختيار بصورة كبيرة هو مدى توافر المواد اللي هكون منها الحاجز، سواء لو كان حاجز مايل مدى توافر الصخور وأوزانها، أو لو كان حاجز رأسي بقى مدى توافر المواد المستخدمة في بناء الحواجز الرأسية من خرسانة عادية أو حتى من الخرسانة المسلحة، أو من لو أنا هستخدمه من الشيت بايلز اللي هي من الخلايا اللوحية وهكذا. يبقى أنا عندي 3 عوامل رئيسية بتأثر في اختيار نوع الحاجز: توافر مواد البناء، عمق المية، ارتفاع الموجة، وفي طبعا بعض العوامل الأخرى. ولازم أكون دقيق في اختيار نوع الحاجز عشان أشوف التكاليف اللي هتنتج عن اختيار النوع ده ما تكونش تكاليف كبيرة. طيب، في جدول بقى من خلاله اللي احنا نقدر تقريبا نحدد أنواع الحواجز، سواء كانت هي رأسية أو كانت مايلة اللي هي رابل ماونت أو كانت كومبوزيت حتى. فأنا لو كان عندي الصخر متوفر في المنطقة الساحلية بتاعتي أو قريب منها، وكان عندي عمق المية أقل من 3 متر، في الحالة دي بيكون النوع اللي أنا أختاره يفضل إن هو يكون الأنواع الصخرية أو المايلة أو الرابل ماونت بريك ووتر. طيب، لو كان أنا عندي برضو صخر متوفر وعمق المية أقل من 20 متر وارتفاع الموجة أكبر من 3 متر، في الحالة دي هستخدم برضو من حواجز المايلة اللي هي الرابل ماوند بريك ووتر، بس هحط على الحاجز من فوق كده من الكريست بتاعه أو من قمته أحط حاجة شبه الهاند ريل كده بنسميها سوبر استراكشر، وبيكون خرسانة على شكل حرف واخد حرف L كده عامل زي الهاند ريل عشان ما المايه الامواج ما تعديش من فوق لان ارتفاع الموجه كبير. طيب، لو انا بقى عندي الصخر برضو متوفر بس اعماق المايه كبيره بقى زادت عن 20 متر، فلو كان عمق المايه اكبر من 20 متر وارتفاع الموجه اكبر من 3 او اقل من 6 متر، برضو هستخدم نوع زي اللي انا اخترته في حاله لما كان عمق المايه اقل من 20 وارتفاع الموجه اكبر من 3، اللي هو بنسميه اللي هو الرابل ماوند النوع المايل او الصخري، واللي فوقيه الجزء اللي هو اللي بنسميه سوبر استراكشر. طب لو كان عمق المايه برضو كبير اكبر من 10 20 متر وارتفاع الموجه بقى كبير، في الحاله دي بقى من صعب جدا ان احنا نستخدم الحواجز الرأسيه. الحواجز الرأسيه مش بتستخدم في الاعماق الكبيره بالارتفاعات العاليه من الامواج دي،
أمال هستخدم إيه؟ في الحالة دي هستخدم كومبوزيت تايب، أو هستخدم النوع اللي هو إيه بقى؟ النوع الكومبوزيت اللي أنا هستخدم فيه حاجز رأسي ريستد أو محطوط أو تحته على طول، اللي هو الحاجز المايل اللي إحنا شفنا صورته من شوية. طيب لو كانت بقى الصخور دي مش متوفرة خالص، خلاص في الصخور مش متوفرة خالص، هيكون عندي لا إما فيرتيكال لا إما كومبوزيت. هختار الفيرتيكال في إن هو لما يكون عمق الماية أقل من 15 متر. طب لو عمق الماية كبير أكبر من 15، هضطر ألجأ بقى للنوع التاني اللي هو الكومبوزيت تايب، اللي هو بيكون فيرتيكال ريستد على الحاجز الصخري أو الرابل ماوند بريك ووتر. هندرس بقى دلوقتي حواجز الأمواج تفصيلا. فأول نوع ندرسه بالتفصيل هو الحواجز الأمواج الكومية أو الصخرية أو المائلة أو الرابل ماوند، رابل ماوند بريك ووتر. الرابل ماوند بريك ووتر زي ما احنا شايفين في الصور قدامنا دي، هو ممكن يكون حاجز من صخور كده طبيعية زي ما احنا شايفين مجموعة الأوناش والرافعات والحفارات اللي بتكونه ده، أو ممكن يكون حاجز من صخور صناعية زي الشكل اللي قدامنا من الصخر الصناعي اللي قدام حضراتكم دوت. أو الصورة اللي على اليمين دي بتبين لي الصورة لحواجز الأمواج بقى وهي جوه ميناء أو بتحمي ميناء صغير زي ما موجود قدام حضراتكم. طيب مكونات بقى حواجز الأمواج المايلة أو الرابل ماوند بريك ووتر. الرابل ماوند بريك ووتر بيتكون زي ما قلنا قبل كده من طبقات متدرجة من الصخور من أكبر وزنا فالأقل فالأقل. أول طبقة من حواجز الأمواج المايلة دي بنسميها طبقة الأرمور، الأرمور لير، طبقة الأرمور لير أو طبقة الدر أو طبقة الحماية الخارجية، بتكون من صخور كبيرة. الصخور دي يعني وزنها كبير، ممكن تكون صخور طبيعية من كسر الحجارة، أو لو هي وزن عايزين وزن أكبر شوية ممكن أجيبها من الصخور الصناعية اللي هي بيكون من الخرسانة العادية بأشكال معينة زي ما هنشوف أشكالها بعد شوية، الصخر الصناعي. أو أحيانا أوي لما يكون الأمواج شديدة بنخلي الخرسانة العادية دي بنفس الأشكال بس بنحط فيها تسليح خفيف. الطبقة التانية بقى من الطبقات بتاعت حاجز الأمواج المايل اللي احنا بنسميها الفلتر لاير أو طبقة المرشح. وطبقة المرشح دي الوظيفة بتاعتها هي عدم انتقال أو تسرب الحبيبات الصغيرة للطبقة الأخيرة اللي هي بنسميها الكور لاير، عدم تسربها اللي هي داخل أو خارج فراغات الطبقة الكبيرة اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الأرمور أو طبقة الحماية، وإن هي هتمشي كده بقى مع المية. يبقى أنا ما استخدمتش المرشح ده ألاقي إن المية كده والأمواج بتتحرك خدت معاها الحبيبات بتاعت طبقة قلب الحاجز اللي هي الكور ده اللي هو بيكون من حبيبات أو صخور صغيرة، خدت الصخور الصغيرة دي المتدرجة وخدتها منين بقى؟ من الفراغات دي. عشان كده المرشح بيمنع تسرب الحبيبات بتاعت طبقة الكور عبر مين؟ الطبقة اللي هي الأولانية اللي هي طبقة الدرع. مميزات بقى حواجز الأمواج الكومية بستخدمها إيه؟ بستخدم حواجز الكومية ليه؟ أو إيه الأدفانتجز بتاعت الرابل ماوند بريك ووتر دي؟ المميزات بتاعته أول حاجة إن هو سهل الإنشاء، سهل جدا، عبارة عن مجموعة من الأوناش والعربيات اللي محملة بالصخور دي بروح أحطها في المكان بتاعها. كمان ممكن إن أنا أعمل الحاجز ده على أي قاع، سواء القاع ده فلات مستوي أو قاع متعرج غير مستوي. كمان ممكن أنشأه على تربة المقاومة بتاعتها وقدرة التحمل بتاعتها متوسطة أو ممكن ضعيفة حتى، وأعمل لها عملية شوية إحلال. وكمان صيانة الحاجز ده بيكون صيانة سهلة، اللي أنا يا دوبك بجيب شوية صخور وأزود وأدعم بيها الحاجز. كمان المساحة اللي هو يوفرها خالية من الأمواج بتكون مساحة آمنة وهادئة، وبيكون كمية الأمواج فيها ارتفاعاتها صغيرة وتقطيعها صغيرة، يعني كفاءته عالية في تكسير أو في امتصاص طاقة الموجة.
طيب عيوب بقى الحواجز دي اللي هي الحواجز الرابل ماوند بريكوتر او الحواجز الكوميه، لها عده عيوب. اولهم ان الصيانه بتاعتها رغم ان هي سهله بس الصيانه غاليه مكلفه، بتكلفني وانا بعملها. كمان ان لما اجي بنشئ حواجز الامواج الكوميه دي بتاخد وقت طويل مقارنه لو انا هعمل حواجز راسيه. كمان ان الحواجز المايله دي نتيجه ان المايله او الكوميه والرابل ماوند نتيجه ان فيها ميول ناحيه المينا كده، فبلاقي ان الميل ده بيخلي ان السفن لو انا حبيت استخدم مثلا حاجز كرصيف مش هينفع ابدا، لان الميل ده هيصعب ان السفن تقف قدامه نتيجه وجود الميول بتاعه الحاجز دي. كمان ان وقت زي ما احنا قلنا نتيجه الميل ده برضو بيخلي ان المساحه داخل المينا صغيرة أصغر أكتر من أنا لو أنا هستخدم أصغر من لو أنا هستخدم الحواجز الرأسية. وكمان الحاجز بيحتاج لكميات كبيرة من أحجار في تشييده وبناءه. يبقى دي هي عيوب حواجز الأمواج الرابل ماوند أو القومية. لو جينا بقى نشوف بعض الأشكال المختلفة زي ما احنا قلنا اللي أنا بستخدمها في الصخور الصناعية لطبقة الحماية الخارجية، بلاقي في صخور، بلاقي في اشكال زي الشكل اللي قدام حضراتكم ده الكيوب يونيفايد او حتى الترايا بود او عده الاشكال اللي قدامنا دي، كل اسم ليه شكل معين. اشهرهم او اكثر 3 انواع بنستخدمهم هنا في مصر هم الـ3 انواع اللي على اليمين دول، اللي هم الكيوب مكعب ده او النوع دولوس ده اللي هو كأنه عامل زي حرفين التي دول المتقابلين دول، أو النوع اللي هو ليه عامل زي الـ4 رجول ده، نجم 4 رجول اللي هو بنسميه تترابود. يبقى أنا عندي الكيوب والدولوس والتترابود هما دول أكبر أو أكثر 3 أنواع مشهورة بستخدمهم في مصر. العناصر بقى اللي أنا أصممها ولازم أعرفها وأنا بصمم حاجز الأمواج الكومي أو الرابل ماوند، لازم أحدد ميل الجوانب بتاعة الحاجز، في سواء كان الجوانب اللي جاية لي ناحية الموجة اللي هي ناحية البحر، أو كان ميل الجوانب اللي ناحية الميناء أو ناحية الشط. وكمان لازم أحدد وزن ونوع كل طبقة وعدد عدد الطبقات الموجودة فيها. وكمان أحدد السمك التخانة بتاعة طبقات الحاجز سواء كانت طبقة المرشح أو طبقة الدرع، وأحدد كمان المناسيب المختلفة المكونة للحاجز بتاعي، وأحدد عرض الطريق فوق الحاجز، وأحدد العرض الكلي للحاجز من فوق أو عرض الكريست. وبعد ما أحدد كل الأبعاد الخاصة بالحاجز بأوزان الصخور بتخاناتها، هعمل بقى تشيك أشوف هل الأحمال اللي جالي من الحاجز ده سبب وزن الحاجز أو الأحمال المتحركة في الحاجز هتجيب لي إجهادات تقدر التربة تشيلها ولا لأ، ولازم تكون الإجهادات دي تكون أقل من مقاومة التربة أو البني كباست للتربة طبعا عشان يكون الحاجز ده سيف. وهعمل كمان تشيك ضد الانزلاق إن ممكن الحاجز ده حبيبات أو الجزيئات أو الصخور بتاعته يحصل لها انزلاق فوق بعض ولا لا. وعشان اصمم الحاجز ده لازم اعرف بعض الحاجات المهمه جدا قبل ما اصمم. لازم اعرف ايه؟ لازم اعرف الارتفاع الامواج، وده اللي احنا بناخده السيجنيفيكانت ويف هايت او ارتفاع الموجه في الميه العميقه حتى، اللي احنا بنسميه اتش اس. وكمان لازم اعرف عمق الميه اللي عند القطاع اللي انا اصممه بتاع حاجز الامواج اللي احنا بنسميه الدي، واعرف كمان المد والجزر الموجودة في المنطقة الساحلية اللي هعمل عندها حاجز الأمواج. طيب ايه بقى خطوات تصميم حاجز الأمواج؟ اول حاجة عشان اصمم حاجز الأمواج لازم اعرف ميل الجوانب بتاع حاجز الأمواج المايلة دي، سواء كان الميل من ناحية البحر او كان الميل من ناحية الميناء. طب لو انا بصيت لحاجز الامواج كده من البلان في الشكل الصغير اللي فوق ده قدام حضراتكم ده على الشمال، الاقي ان الحاجز ده دايما ايه بيمشي كده بقطاع، ده بلان بيمشي بقطاع صغير شويه، ثم في اخر جزء من الحاجز اللي هو بنعرضه شويه بنسميه الهيد ده. يبقى انا عندي في جزئين لحاجز الامواج، الجزء الرفيع اللي هو الطويل ده اللي هو من الارض لحد قبل الاخر بشويه ده لا بنسميه ترانك،
يبقى انا عندي جزء اللي هو الترانك او الجذع، والجزء اللي هو العرض الكريست بتاعه كبير ده اللي بنسميه الهيد. فلو انا عندي خدت قطاع في الهيد بتاع الحاجز وخدت قطاع في الترانك بتاع الحاجز، هيبقى لنا الشكلين اللي قدام كده، الشكل اللي فوق قطاع في الهيد، عرض الكريست كبير زي ما احنا شايفين كده، الشكل الصغير اللي تحت او القطاع الصغير اللي تحت اللي هو قطاع في الترانك، وعرض الكريست بتاعه اصغر شوية او صغير بالشكل ده. باخد عرض الطريق فوق الطريق فوق الكريست لو انا هعمل قطاع في الهيد، باخده من 16 ل 18 متر، وبسيب مسافة كده جانبية يمين وشمال من 2 ل 3 متر. طب عرض الطريق في الترانك سيكشن باخده اصغر شوية، باخده من 6 ل 8 متر، وبرضه بسيب مسافة من اليمين والشمال من 2 ل 3 متر. وبالتالي لو جيت جمعت المسافتين اليمين والشمال على عرض الطريق، اجيب عرض الكريست من فوق. زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده، بتكون الحواجز دي من 3 طبقات من الصخر. اول طبقة اللي هي الارمور لير او طبقة الدرع، ودي بتكون من الصخور الكبيرة في الحجم والوزن اللي بناخد تخاناتها بنسميها تي ارمور. والطبقة التانية اللي هي طبقة اصغر شوية في الصخر اللي احنا بنسمي التخانة بتاعتها تي فلتر. والطبقة التالتة اللي هي الطبقة الأخيرة اللي هي بقى الصخر الصغير المتدرج في الوزن اللي احنا بنسميه طبقة الكور. هما نفس ال3 طبقات اللي بيكونوا في الهيد سيكشن، هما في الترانك سيكشن. يبقى أول حاجة لما أجي أحدد ده الميل، لازم الأول أعرف القطاع بتاعي هل هو في الهيد سيكشن ولا قطاع في الترانك سيكشن. فلو كان قطاع في الهيد سيكشن اللي هو في قطاع في رأس الحاجز اللي فوق، باخد الميول الجانبية 2:1 في الناحيتين، سواء كان الناحية بتاعة البحر اللي هيجي منها الموجة أو الناحية التانية اللي في اتجاه الشط أو اتجاه الميناء. أما لو كان عندي القطاع بتاعي في الترانك سيكشن هنا كده، بيكون شكل القطاع اللي هو تحت ده، فباخد الميول الجانبية باخدها 2:1 في حالة الناحية المواجهة للبحر، وباخدها 3:2 في حالة الناحية المواجهة للشاطئ أو مواجهة للميناء. يبقى أنا عندي الميل الجانبية 2:1 و2:1 في حالة الهيد سيكشن، و2:1 في حالة البحر، و3:2 في ناحية الميناء في حالة الترانك سيكشن. وده بلان كده للجزء اللي هو نهاية الحاجز اللي هو من أول الهيد سيكشن وجزء من الترانك سيكشن. زي ما احنا شايفين كده، ده بلان بيبين لي هو عرض الطريق فوق الحاجز في عند الترانك سيكشن. جزء الترانك ده من 6 ل 8 متر، بيكون صغير عن عرض الطريق فوق القطاع عند الهيد سيكشن او عند قطاع في الهيد سيكشن، بيكون حوالي من 16 ل 18 متر. الميول الجانبيه زي ما احنا شايفين اهي ناحيه البحر، اللي هي الناحيه دي دايما جزء الاستريت ده ناحيه البحر، بيكون 2:1 سواء كانت في الهيد سيكشن او الترانك سيكشن. اما الميل الجانبي بيكون ناحيه الميناء اللي هي الناحيه دي كده، بيكون 2:1 في حاله الهيد سيكشن، و3:2 في حاله الترانك سيكشن. بيتعمل ما بين الميلين 3:2 و2:1 ميل كده، بيحول الميل من الميل الصغير ده للميل الكبير. ليه بنلاقي دايما الهيد سيكشن عرضه اكبر من الترانك سيكشن؟ عشان دايما العربية وهي ماشية كده ماشية عادي عند ترانك سيكشن، فهو مش محتاجين الا من 6 ل 8 متر سواء كان اللوريات متحركة او العربيات. اول بقى ما يخش هنا اللوري بقى في الحتة الاخيرة دي بيعمل المناورة بتاعته، يعني ممكن يرجع تاني عشان يطلع الشط. فلما يجي يرجع محتاج انا بقى عشان للمناورة ان هو يلف ده اعرض الطريق شوية، فعشان كده خليته من 16 ل 18 متر. ده بالاضافة ان الجزء اللي هي السيكشن ده بيتحط هنا فوق زي ما احنا شفنا في الرسمة السابقة، بتحط فنار زي ما احنا شايفين كده قدام حضراتكم. الفنار ده ليه عرض تقريبا بيكون 3 متر او اكتر، فعشان كده كمان بعرض الترانك عشان وجود الفنار. كمان من ضمن الاسباب ان القطاع الهيد ده هو اكتر قطاع معرض للموجة من كل اتجاهات، زي ما احنا شايفينها هنا بيكون في الخارج، فمن هنا موجة من ناحية دي موجة، ومن الناحية التانية بيكون في أمواج. طيب تاني حاجة، بعد ما حددت الميول وعرض الطريق سواء كان في الهيد سيكشن والترانك سيكشن، وعرض الحاجز من فوق سواء كان برضو في الهيد سيكشن والترانك سيكشن، بعد كده هحسب وزن بقى
وسمك كل طبقة من طبقات الحاجز. فأول طبقة هحسبها اللي هي هحسب وزن اللي هي الأرمور لاير. فلما أجي أحسب وزن الأرمور لاير لو سميناها دبليو أرمور، بجيب أنا الدبليو أرمور دي اللي هي وزن الصخراية الواحدة. الصخرة الواحدة في طبقة الأرمور كام؟ بلاقي إن الدبليو أرمور بتساوي الجاما ستون في الاتش تكعيب على الكي دي في الاس ار ناقص واحد تكعيب مضروب في كوتان الفا. ايه هي الاول كوتان الفا؟ كوتان الفا دي قيمة الزاوية بتاعة الميل بتاع الحاجز اللي هو الميل، سواء كان ناحية البحر او الميل. احنا قلنا غالبا بناخد الميل 2 الى 1، عشان كده قيمة الكوتان الفا بتكون 2. طيب الاتش هي عبارة عن ارتفاع الموجة اللي هيتعرض ليها الحاجز، او بنسميها significant wave height. الجاما ستون هو الوزن النوعي للصخر، وانا عندي الوزن النوعي للصخر ده اللي هي الجاما اس بتكون من 2.2 من 10، 265 من 100 في حالة اللي انا هستخدم صخور طبيعية، وبيكون من 2.2 من 10 ل 2.4 من 10 في حال اللي انا هستخدم صخور صناعية اللي هي من الخرسانة العادية الكثيفة. عشان كده بيبدأ الخرسانة العادية من 2.2 من 10، أو لو هي خرسانة كثيفة من 2 اللي بتوصل ل 2.4 من 10 طن على المتر مكعب اللي هي الجاما. طيب الـ SR بقى دي إيه؟ الـ SR هي عبارة عن الـ specific ratio، أو بنسميها الـ specific gravity، اللي هي بتساوي جاما ستون على جاما ووتر. جاما ووتر بناخده من 1.25 من 1000 ل 1.3 من 100 طن على المتر مكعب، لأن دي عبارة عن مية مالحة بتكون أتقل شوية من مية العذبة في الكثافة. بعد ما حسبت الوزن، كان فاضل لي فيه في القانون بتاع الوزن ده بتاع الصخراية معامل اسمه كي دي. الكي دي ده بنسميه ستون ستابيليتي كوفيشنت، أو معامل اتزان الصخر، وده بنجيبه من تيبلز، من جداول هنشوفها مع بعض بعد شوية. طيب بعد ما جبت بقى وزن الحجر الواحد هعمل ايه؟ هجيب وزن الصخرايه، هجيب تخانه الطبقه. تخانه الطبقه او thickness اوف لاير اللي هي تخانه طبقه الدرع او الارمور اللي هي بنسميها تي ارمور، دي بجيبها ازاي؟ بجيبها من القانون قدامنا ده، ان التي ارمور بتساوي كي دلتا مضروب في الان مضروب في الفي اوستول. طيب الكي دلتا ده عباره عن ايه؟ كي دلتا ده بنسميه اللاير كوفيشنت، او معامل الطبقات، وده برضو بجيبه من جداول هنشوفها مع بعض بعد شوية. طيب ال N ده هو ده عدد الطبقات. احنا دايما بنعمل الطبقة او بتنفذ على مرحلتين اثناء التنفيذ، على مرتين، مرة وبعد كده مرة تانية. اثناء التنفيذ بنعملها على مرتين، يعني نفرد وبعد كده نفرد كمان طبقة، وفي الاخر يجيب لنا طبقة تخانة الطبقة الكلية، ودي بتساوي على طول 2. عشان كده ال N بتساوي 2. طيب ال V دي بتساوي ايه؟ ال V دي رمز بتساوي ال W armor على الجاما ستون. يبقى انا بعد ما حددت جاما ستون عن طريق تحديد نوع الصخر، لو كان صخر طبيعي او صناعي، اقوم عندي ال W armor اللي هو وزن الصخرية، اقسمهم على بعض اجيب ال V. يبقى انا كده اقدر احسب له تخانة الطبقة اللي هي اسمها T armor. طب عشان احسب بقى عدد الاحجار في المتر المسطح من المتر المسطح من الحاجز، فدي بتساوي كام؟ لو انا سميت عدد الاحجار في المتر المسطح n، الاقي ان عدد الاحجار ده بيساوي n سمول في k دلتا في 1 ناقص p على 100 مضروبه في جاما ستون على دبل ارمر. طبعا المفروض من الخطوتين اللي فاتوا جبنا له الدبليو ارمور او وزن الصخره، وجبنا له كمان من جدول الكي دلتا اللي هو اللير كوفيشنت، وعند الان اللي عدد الطبقات اللي هي بتساوي 2، والجاما ستون عندي اللي هي حسب نوع الصخر. فاضل لي البروسيتي. البروسيتي دي اللي هي البي، ودي البروسيتي بتاعه الاحجار، ودي بجيبها او المساميه بتاعه الاحجار، ودي برضو بجيبها من الجدول. تعالوا بقى نشوف الـ بعد ما حسبت وزن الطبقة بتاعت كل وزن طبقة الأرمور أو وزن الصخراية في طبقة الأرمور وتخانتها
وعدد الأحجار في المتر المسطح وحددت الميول الجانبية، أجيب بقى طبقة المرشح أشوف بقى أصممها إزاي. طبقة المرشح بجيب فيها برضو وزن الحجر الواحد، وطبعا بتكون أحجار أخف شوية من الأحجار المستخدمة في الطبقة الأولى، ودي اللي احنا بنسمي الوزن الحجر الواحد دبليو فلتر أو الفلتر ستون ويت. دبليو فلتر ده بيتحسب اللي أنا باخده دبليو أرمر على أساس، ولازم يكون الدبليو أرمر ده على أساس اللي أنا حاسب إن الصخر صخر طبيعي، وده باخده بقسمه على 10. لو أنا عندي الكي دي أو الستون ستابيليتي كوفيشنت أقل من 12، وباخده دبليو على 5 لو كان الكي دي أكبر من 12، وممكن أخده بالساوي دبليو أرمر على 200 لو أنا هستخدم طبقة كمان من الفلتر. الفلتر ممكن أعمل طبقة تتنفذ على مرتين يعني إن باتنين، وممكن أستخدم بعديه كمان طبقة، ففي الحالة دي باخد دبليو أرمر 200 دبليو أرمر أقسمه على 200 أجيب الدبليو فلتر. وخد بالك زي ما قلنا في القوانين دي كلها لازم الدبليو أرمر أنا أقسم عليه على أساس إن الدبليو أرمر محسوب على أن الصخور طبيعية. طيب، وطبعا طبقة المرشح كلها بتتعمل من صخر طبيعي. التخانة بقى بتاعة طبقة المرشح بحسبها إزاي؟ تخانة طبقة المرشح بحسبها لو أنا سميتها تي فلتر بحسبها بنفس القانون بالظبط اللي أنا بحسب زيه بالظبط اللي أنا كنت بحسب التي أرمور أو تخانة طبقة الأرمور. تخانة طبقة الأرمور كنا بنقول تي أرمور بتساوي كده دلتا في إن في أس تولت، نفس الكلام هنا إن التي فلتر بتساوي كي دلتا في إن في الفي أس تولت، بس الكي دلتا هنا للصخور الطبيعية، والفي برضو اللي هي بتساوي الدبليو بقى فلتر اللي أنا حاسبه من الخطوة اللي فاتت أقسمه على الجاما ستون، والجاما ستون دي جاما ستون لأحجار الفلتر اللي هي بتكون صخور طبيعية اللي هي بتساوي من 2.2×10^265، والإن عندي اللي هي برضو بتساوي 2. بعد بقى ما حسبت وزن الفلتر وتخنته هحسب الطبقة الأخيرة اللي هي طبقة النواة أو القلب أو الكور لير. لما أجي أجيب وزن الحجر الواحد في الكور لير ده باخده من وزن الأرمر على 200 إلى وزن الأرمر على 6000، وبرضه لازم يكون الدبليو أرمر ده محسوب على أساس إنه صخر طبيعي. بجيب بقى المنسوب بتاع النواة ده اللي هو المنسوب بتاع منسوب قمة النواة بجيبه ازاي؟ منسوب سطح النواة ده بجيبه ازاي؟ اللي احنا نسميه Core Surface Level أو CSL. CSL ده والCore Surface Level ده باخده ارتفاع الموجة على 2 بالبوزيتيف. لو انا هستخدم طريقة اللواري في عمل او في تشييد الحاجز الامواج ده، اللي انا ممكن اجيب لواري واحط الصخور وانا ببنيه عن طريق اللي انا لواري بترمي الصخر في المية. اما لو انا بقى بجيب الصخر في مراكب واحطها في مكانها عشان اعمل الحاجز ده او اشاهده، بيكون الكريست ليفل بتاع الكور بتساوي سالب اتش على 2 في الطريقه اللي احنا بنسميها الفلوتنج ميثود. يبقى بنسمي طريقه اللواري الاند ميثود، ودي بيكون فيها الكور سيرفيس ليفل بالاتش على 2. ولو انا هستخدم طريقه المراكب اللي هي الفلوتنج ميثود بيكون الكور سيرفيس ليفل بيساوي سالب اتش على 2. عرض بقى الحاجز من فوق اللي هو منسوب اتساع الحاجز ده بجيبه ازاي؟ ده بعباره عن لو انا هحسب الكريست ليفل او منسوب قمه الحاجز الكلي، الحاجز كله بقى عايز اجيب منسوب قمه الكريست او منسوب الكريست ليفل. الكريست ليفل او منسوب قمه الحاجز بيساوي المين سي ليفل منسوب سطح البحر اللي هو بيكون زيرو، بجمع عليه ارتفاع الموج على 2، بجمع عليه تخانه الفلتر، بجمع عليه كمان تخانة الأرمر. أو الكريست ليفل بتساوي قيمة الصعود الموجي اللي ممكن تتعرض ليه الحاجز اللي هي صعود الموجة قدام الحاجز، وإحنا الشباب اللي فات تعرفنا يعني إيه صعود موجي. وقيمة الصعود الموجي ده بتساوي 1.5 في ارتفاع الموجة زائد المد والجذر على 2، باخد الرقم الأكبر منهم واخده هو منسوب الكريست ليفل أو أكبر منه شوية عشان ما يحصلش اوفر توبنج ان المياه تصعد
وتمشي فوق الحاجز والناس بقى تطلع فوق الحاجز، فالناس اللي فوق الحاجز وتغرق بقى بالمية. طيب زي ما قلنا برضو قبل كده ان انا هاخد عرض الطريق فوق الحاجز 18 في حدود 18 متر لو كان القطاع ده او لقطاعات الهيد، وهاخده حوالي في حدود 8 متر على الاكثر لو كان القطاع ده في الترام. طبعا الجداول اللي انا هحسب منها بقى الكي دي والكي دلتا، اول حاجه اللي هي الكوفيشنت الكي دلتا ده بيتحسب تبع نوع الصخر. فقدامنا لو كان الصخور اهي طبيعيه اللي هي الكورستون دي احد انواع الصخور الطبيعيه، في كورستون سموس وفي كورستون رف خشن وفي كورستون ناعم، صخور طبيعيه ناعمه وصخور طبيعيه خشنه. على حسب دول وعلى حسب الـ N العدد اللي أنا هنفذ عليه الطبقة بتاعتي سواء كان 2 أو 3، وكمان الوضع بتاعها أحطه منتظم ولا راندم، أرمي كده الصخور بطريقة راندم عشوائي ولا هعملها يونيفورم منتظمة. وكمان هنا بقية الأنواع بعد الطبيعي، في بقى الكيوب وفي التترابود اللي هي الصخور الصناعية من أول الكيوب كده لحد التترابود. وبرضو من هنا بقى من خلال ان والعوامل الاخرى دي، ده طريقه وضع الصخور راندوم او يونيفورم، اقدر احدد له الكي دلتا، وكمان اقدر احدد له البروسيتي اللي هي المساميه بتاعت الحاجه. والجدول بقى اللي انا احسب منه الستابيليتي كوفيشنت او الاكوليبريم كوفيشنت اللي هو الكي دي اللي هو معامل اتزان الصخر، ده برضو بيتحسب حسب نوع الصخر بتاعي سواء كان طبيعي اللي هما الكولستون رف او سموس، او كان صناعي اللي هو الكيوب او التترابود او الدولوس او الاكسابود ده كلهم. وكمان حسب نوع الامواج، لو كانت الامواج في منطقة بريكنج ويف او كانت الحاجز الامواج ده في منطقة نان بريكنج ويف، وكمان حسب قيمة كوتان الفا او الميل اقدر احدد اللي هي الكوليبرام كوفيشنت او الروك ستابيليتي كوفيشنت او الستون ستابيليتي كوفيشنت اللي هو الكي دي اللي احنا استخدمناه في المعادلات السابقه. بعد بقى ما احسب كل الابعاد بتاعتي والتخانات والاوزان بتاعت الصخر، واحدد له كمان تقريبا متوسط اللايف لود اللي ماشي على الحاجز، اعمل بقى دراسه للاجالات بتاعت التربه، هجيب قيمة الوزن اللي ناتج لي أو الحمل اللي ناتج لي من اللايف لود اللي بنسميه ده باللايف لود، وده بيساوي عرض الطريق اللي هتمشي عليه اللواري والمركبات والعربيات في قيمة اللايف لود نفسه أو الحمل المتوسط لللايف لود. وفي لو أنا استخدمت سوبر استراكشر اللي هو احنا قلنا بنحط هنا ده اللي لونه أزرق ده اللي هو بيكون على شكل حرف L زي مصد كده للموجة، بيكون وزنه في حدود من 15 ل 25 طن، باخده غالبا 20 طن او 15 طن مش هتفرق. كمان لو انا عندي كمان وزن الحاجز بقى نفسه وده بقسمه 2 وزن كده فوق سطح المية اللي بنسميه وزن اللي هو الوزن الدراي، وزن تحت سطح المية اللي هو الوزن السبميرجد او دبليو اباف بالنسبه للوزن اللي فوق سطح الميه، او دبليو بلو سيرفيس اللي هو الوزن الويت او السبمرجد اللي هو تحت سطح الميه. لو انا جمعت بقى جميع الاوزان دي دبليو لايف لود والدبليو سوبر ستراكشر والدبليو اباف ووتر سي ليفل والدبليو بلو ووتر سي ليفل، اجمعهم على بعض اجيب الوزن اللي هو الوزن الكلي او دبليو توتال، اقسم بقى الدبليو توتال ده على عرض الحاجز من تحت كده في واحد متر او ده هقسمه على عرض الحاجز، اقدر اجيب له الاجهاد الواقع على التربة. لازم يكون الاجهاد الواقع على التربة ده اقل من البيرنج كاباسيتي عشان يكون الحاجز بتاعي سيف ضد الاستريسز. وبعد كده بقى هنشوف في بعض الحاجات اللي لازم انا احطها عشان تحمي الحاجز كمان معايا. الحاجة دي ايه هي او اهمهم؟ اللي انا احط حاجة اسمها توي او ادمة، ادمة اللي هي قدامنا بالشكل ده اللي هي الترابوزية ده اللي واخده الشكل الترابوزية ده اللي. والتوي ده برضو بيكون من الصخور، دي ادمة بتحمي الحاجز من حاجات كتير. اول حاجة اللي انا ما تخلينيش تدعم طبقات الارمور بتاعي انها ما يحصلهاش انزلاق كده فوق بعضها،
أو تتحرك بسبب مين؟ بسبب الموجة، إن هي تشترك في جزء من الموجة، تكسر الموجة في المكان القريب من الحاجز ده. كمان ممكن أستخدمها إن هي تحمي النحر اللي ممكن أن يقع أمام الحاجز اللي هو المايل ده. فلو الحاجز عندي مايل هنا، لو هو مش موجود الطوي ده، هلاقي حصل لي كمية نحر في الشكل ده، ممكن بقى يقعد ننهر تنهر، فالصخور كلها ايه تنزل وتقع كده جزء منها في الماء. كمان من احد الوظائف اللي انا كمان الطوي ده هيمنعني حدوث ليشنج للتربة بتاعت او للصخور بتاعت الحاجز، وخاصة طبقة الكور من الحاجز كده لبره. وكمان الوظيفة الأخرى من الوظائف بتاعة التوي، إن هي هتمنع السيركولار فيلير اللي هو ممكن يجيلي إن الحاجز بقى ينزلق كده بشكل سيركولار سليب، أو يعمل زي انزلاق كده للصخور نتيجة إن التربة بتكون ضعيفة شوية. المحاضرة الجاية بقى إن شاء الله هنشوف فيها إزاي نحل مثال على الرابل ماوند بريك ووتر، وده إن شاء الله هنأجله في المحاضرة القادمة، وهنشرحه بالتفصيل المثال على المحلول اللي على الرابل ماوند بريك ووتر. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.